عمر بطي، منتج ومقدم للأفلام والبرامج، أيضا مستشار في مجال الاستراتيجية الإعلامية. الحمد لله صار لي حين تجربتين مع مهرجان المرموم. أول تجربة يعني من قبل طبعا أزمة كورونا، وطبعا هاي التجربة اللي تو صارت يعني الحمد لله. طبعا كنت جزء من لجنة التحكيم، كنت أركز على الإمكانيات الإنتاجية للفيلم، هل التصوير جيد، هل الصوت جيد، لأن هذا اللي يميز نقول العمل المحترف من الشخص تو بادي في المجال. ولكن أيضا كنت دائما أهتم بشكل كبير في القصة والسيناريو، لأن أنا يعني وجهة نظري أشوف هذا يمكن ضعف عندنا في المنطقة. عندنا يعني ما شاء الله ناس متمكنين من الجانب الفني، ولكن من جانب رواية القصة هذا الشيء يعني لابد أن نركز عليه، نهتم فيه أكثر في السنين المقبلة. لكن الحمد لله يعني اللي شفت من الأفلام هالسنة شفت نتائج وسيناريوهات وقصص جميلة. أنا استغربت يعني من مستوى الأنيميشن. أنا ما صراحة ما عرفت ولا توقعت أن كان عندنا هذا المستوى، يعني أنا أشوفه بمستوى عالمي. طبعاً مهرجان المرموم شيء مميز، شيء مميز طبعاً من المنطقة، من المكان اللي تنعرض فيه الأفلام طبعاً في قلب المرموم في الصحراء، شيء يعني يخلي الفن والأفلام قريب طبعاً من تراث والدولة وتراث يعني إمارة دبي. وأيضاً في نفس الوقت لأن شخصياً أحب في مهرجان مرموم التركيز على الأفلام القصيرة والمواهب الشابة الناشئة. لكل الشباب، لكل المواهب الناشئة، استمروا في الشغل، استمروا في كتابة السيناريوهات، في إنتاج الأفلام، أهم شيء الاستمرار.